سعد الله اوقاتكم بالخيرات والمسرات. يا جماعة الخير، معي لكم فيديو والله انه يعني احرق لي قلبي صراحة. الفيديو يعود لي المنتخب اليمني للناشئين بعد هزيمته هذا اليوم امام ايران بسبب ركلات الترجيح، يعني ضربات الحظ. المنتخب لعب جيد، يعني لا ما استطاع المنتخب الايراني انه يضرب هدف على المنتخب اليمني، يعني ففاز المنتخب الايراني بركلات الترجيح واخرج المنتخب اليمني للناشئين. فكانت هذه النتيجة، شوفوا الفيديو وارجع اعلق لكم لانه عندي كلام اشتي اصبن المسؤولين والساسة حقنا تصبين ابو اسد. شاهدوا الفيديو اولا ثم نعود. شفتوا الناس بيسكتوهم بيهدئوهم يا جماعة، يعني ضربات حظ، ركلات ترجيح عادي، ما فيش احد منكم تسبب بخروج المنتخب، معليش اهدأوا، ما في داعي للبكاء. شوفوا كيف لاعبين ناشئين يعتبروا اطفال، يعني سن 17 يبكوا بحرقة لانه ما استطاعوا ان يتأهلوا لكأس آسيا للناشئين. شوفوا كيف يبكوا بحرقة يا جماعة الخير. أنا أعرف واحد مخلوع، ابن مخلوع، الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يعني عجن البلاد والعباد، أهلك الحرث والنسل، مكن الحوثي يعني مغول وتتار هذا العصر يعني وانداس الشعب هكذا، والله ما رث له جفن لا هو ولا أذنابه. أعرف الآن شرعية ومرتزقة وحثالات مع العدو السعودي والعدو الإماراتي والعدو الإيراني، يعني قد قتل بسببهم وبسبب المخلوع علي عبد الله صالح أيضا الذي هو أساس البلاء كله من البداية، قتل ما يقارب 800,000 يمني، والله ما رف لهم جفن ولا نزلوا دمعة وكأن شيئا لم يكن، بينما هؤلاء الأشبال الأطفال الذي هم منتخب الناشئين يعتبروا أطفال، شوفوا على وطنية وحرقة فيهم، يقول لك فشلنا، ما استطعنا نحقق شيء للبلد، ما استطعنا نسعد اليمنيين، مع أنه المنتخب والله معذور حتى لو يهزم بعشرين هدف، إيش الإمكانيات التي يعني بيتحصل عليها أو التدريبات أو ما عندهم أي إمكانيات، المنتخب اليمني الوحيد في العالم الذي ما عنده إمكانية تكمل مباريات ولا تصفيات او حدث كروي يعني كبير، يرجعوا يبيعوا بطاط ولا يبيعوا قات، يعني ما معهم اي دعم او اي امكانيات، انا اعذرهم حتى لو خسروا بعشرين هدف، ومع هذا شايفين كيف يبكوا بحرقة، يبكوا بألم، لانهم يقول لهم ما اسعدناش اليمنيين. طيب انا اعرف نخبة سياسية فتالة، بنت فتالة انهكت شعب باكمله، انا اعرف مجلس انتعالي، مجلس انتقالي، محافظ اسمه حامد لملس،
واحد اسمه عيدروس الزبيدي، أبناء عدن تخلصوا من الحر، وفي ناس ماتوا لهناك لهناك بسبب شدة الحر في عدن، والله ما أحد منهم رف له جفن أو بكاء أو قال أنا فشلت، با أستقيل على الأقل، با أنسحب، ولا هذه المعمعة يكون وجهي أبيض أمام الشعب في عدن. أبدا أبدا. تعلموا تعلموا يا ساسة، يا نخب، يا مسؤولين، يا أذناب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يا معاول الهدم، يا أساس الدمار، يا أساس ما وصلت اليمن إليه اليوم من فوضى واقتتال وأجندات خارجية قذرة تعبث في الساحة اليمنية. تعلموا تعلموا من هؤلاء الأشبال، من هؤلاء منتخبنا للناشئين، والله هي البوات اللي برجلها منا أشرف وأعز وأكرم منكم. شوفوا كيف يعني بكوا بحرقة، زعلانين، ما استطعنا نتأهل لكأس آسيا مع أنه موضوع كروي، في النهاية هي سعادة لحظات، يعني ما يهم فازوا ولا ما فازوا، ومع هذا شايفين كيف يبكوا بحرقة، يبكوا يبكوا بكاء حقيقي عويل وصراخ. وحقا النخبة السياسية ولا واحد رفلوا جفن، وإحنا معانا واحد زنوة معتق عبد الملك البوتي، 9 سنوات الناس تقتل، الناس ماتوا جوع، وهو مشغول عند يزيد، عند يوم الولاية، يوم الصرخة، يوم الضرطة، مين ذو 9 أعوام أنا أعب أمه والعقلية السمجة اللي معه، ولا رفلوا جفن، ما عند أبوه دم ولا شرف ولا مروة، حسه عند الولاية، عند الصرخة، عند الضرطة، عند السنتيانات، عند مرابط البوالط، عند ما بتحصلوا واحد منهم يقول كفى، إما وقدمنا خدمات للشعب ولا نتنحى، لا، لله دركم يا منتخبنا للناشئين، أشهد لله إن الشباشب اللي تلبسوها أعز وأكرم من وجوه هذه النخبة السياسية القدرة كلها، كلها اللي موجودة الآن على الساحة اليمنية والتي تدير الصراع بتغذية من إيران والسعودية والإمارات. هذا الذي أوجعني وأحرق قلبي، إنه أشبال يبكوا بسبب هزيمة نتيجة ضربات حظ، يعني ركلات ترجيح، ما هيش يعني هزيمة، ولا تعتبر هزيمة، تعتبر حظ يا نصيب يعني. وهذا البكاء والعويل معانا نخبة سياسية، يا أحبابي، يا ناخبنا الناشئ، يا منتخبنا الناشئ عفوا، معانا قادة ومسؤولين قتلوا 800,000 يمني، وبيقتلوا البقية جوعا وفقرا ومخافة وهجرة، فلا تأسوا ولا تحزنوا، فوالله إنكم كفيتم ووفيتم رغم الإمكانيات الضئيلة والدعم الضئيل والتدريب الضئيل الذي تتلقونه، كثر الله خيركم، فلا اشتبكوا، كثر خيركم، عملتوا اللي عليكم، عملتوا اللي عليكم. والله إني سجلت الفيديو هذا وأنا لا مهيأ ولا مستعد ولا يعني قد أنا لاشتير قد يعني، لكن أوجع لي قلبي الفيديو، تمنيت لو أن المسؤولين يعني بمستوى الكنادر والبوتيات حق هذولا الأشبال، لله درهم.